بعضهم إلى أحد الصالحين فقال له إني ابتليت بالذنوب فأرشدني إلى تركها. قال نعم، إذا أردت أن تذنب، إذا أردت أن تعصي الله تبارك وتعالى فلا تعصيه في أرضه. قال كيف؟ الأرض كلها لله. قال فكيف تعيش على أرض تعيش في أرضه وتعصيه؟ قال أعطني الثانية. قال إذا أردت أن تعصي الله تبارك وتعالى فأعصيه بحيث لا يراك. قال كيف؟ لا يمكن أن أفعل شيء ولا يراني الله تبارك، لا يغيب عنه شيء سبحانه وتعالى. قال كيف تعيش في أرضه ثم تعصيه وهو يراك؟ قال أعطني الثالثة. قال إذا أردت أن تعصي الله فلا تأكل من رزقه. قال وهل هناك رزق غير الذي رزقني الله تبارك وتعالى؟ قال تعيش في أرضه وتأكل من رزقه وتعصيه وهو يراك. قال أعطني الرابعة. قال إذا أردت أن تعصي الله تبارك وتعالى وجاءك ملك الموت ليقبض روحك فقل له انتظر حتى أتوب. قال لا يمكن، لا ينتظر ملك الموت، يأتي فجأة والموت يأتي فجأة، لا يمكن أن أرد ملك الموت إذا جاءني. قال تعيش في أرضه وتأكل من رزقه ولا تستطيع رد الموت وتعصيه حيث يراك. قال بالله عليك أعطيني الخامسة. قال إذا كان يوم القيامة وجاءت زبانية النار لأخذك إلى النار فامتنع.